هينقلني مباشرة لمراسل آخر وهو محمود التمامي من محافظة سوهاج. محمود، يا ترى إيه اللي عندك؟ مساء الخير. الوضع إيه عندك؟ مساء الخير. مساء الخير أستاذ معتز. يعني مساء الخير. يعني بالفعل يعني 45 دقيقة من دلوقتي بتفصلنا عن إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية. يعني أنا الآن بمحافظة سوهاج. خليني أقول لك مبدئيا بعض الأرقام عن محافظة سوهاج قبل أن أعرض لك يعني ما حدث على مدار اليوم وعلى مدار أمس أيضا. يعني محافظة سوهاج بها 599 لجنة فرعية بتشرف عليها 18 لجنة عامة مقسمين ل 720 مركز انتخابي، وبيقوم بالإشراف على العملية الانتخابية هنا في محافظة سوهاج 880 قاضيا بمعاونة 4200 فرد أمن. عدد المقيدون بكشوف الناخبين بمحافظة سوهاج 2,845,567 مواطن ومواطنة. يعني بالامس يعني محافظه سوهاج شهدت يعني اكثر من ملمح يعني وجانب انساني، يعني نستطيع ان يعني نضع يعني اصابعنا عليها ونشير اليها. يعني هناك عروس يعني قامت ب يعني وهي ترتدي فستان الفرح قامت بالتواجد داخل اللجان للاقتراع. يعني قررت ان تبدا حياتها الزوجيه هي وزوجها من داخل احدى اللجان الانتخابيه هنا بمحافظه سوهاج. يعني هذا جانب كان جانب مفرح. ايضا للاسف يعني توفي مواطن يدعى فايز كونار يبلغ من العمر 45 سنة بمجرد خروجه من إحدى اللجان الانتخابية بمركز المنشأة. أيضا يعني أتت إلى اللجان الانتخابية بمركز ومدينة جرجا معمرة تبلغ من العمر 118 سنة. وأخيرا يعني بالأمس ويعني حين يعني مرور السيد المحافظ دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إلى أحد اللجان الانتخابية، يعني تصادف وجود فتاة كفيفة، ومن هنا يعني ظهرت الفتاة الكفيفة يعني إلى الإعلام. بدأ الإعلام يتحدث عن هذه الفتاة، ومن ثم سيادة المحافظ أكد على دور ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية، وأكد أن من حقهم الطبيعي والشرعي أنهم يذهبون إلى اللجان الانتخابية ويدلون بأصواتهم. بشكل عام يعني أنا الآن داخل لجنة بمدرسة باحثة البادية بقلب مدينة سوهاج. عدد المقيدون بهذه اللجنة 5,862 أتى منهم إلى الآن، يعني ربما يعني العدد فيه تزايد حوالي 1,315. يعني تظهر الصورة من خلفي يعني وهي لجنة مشتركة عدد من السيدات وأيضا عدد من الرجال. يعني هنا يعني الرجل الصعيدي قرر أن يترك الماتش يا أستاذ معتز وأن يأتي إلى اللجنة الانتخابية. يعني على عكس ما يدور في القاهرة يمكن والمدن الكبرى قرروا أن يأتوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني. بشكل عام العملية الانتخابية هنا بمحافظة سوهاج تسير بشكل طبيعي. وعودة إليك. أنا بشكرك طبعا جدا على كل هذه الإيضاحات. محمود التمامي من سوهاج امبارح كان في أسيوط، النهاردة في سوهاج، مسك لنا محافظات الصعيد. محمود الحقيقة، وبشكرك على القصص الإنسانية اللي انت قلتها لنا، زي مثلا العروسة اللي بتيجي وهي بفستان الزفاف عشان تبدأ صفحة جديدة فحياتها بشكل عام مع الصفحة الجديدة في نقول ايه في الحياة السياسية في مصر، ان في رئيس قادم لمدة 4 سنوات قادمة ان شاء الله. مثلا الفتاة الكفيفة والتركيز على ذوي القدرات الخاصة والاحتياجات الخاصة، وده توجه الحقيقة للدولة. ومعروف ان احنا 2018 اطلق عليه عام ذوي الاحتياجات الخاصة.